الفطر في رمضان، رجل دفعها في اليوم 26 لسفره، نعم، ماذا يجب عليه؟ سبق العيد يمكن بيومين أو ثلاثة أيام، بأربعة أيام. سواء تام الشهر أو ناقص، أي نعم، إن كانوا ناقص بثلاثة أيام وإن كانوا تام فهو أربعة أيام. يقول أهل العلم إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى قولهم لا تصح أنه ليس فيها ثواب. إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلا فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت. فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في 26 يقول لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاء. نظير ذلك لو أن أحدا ظن أن وقت الظهر قد دخل فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها وتكون صلاته الأولى نافلة، يثاب عليها.